السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخ حمد المكسوع بالياء. كيف حالك؟ طيب لله الحمد. الحمد لله على ان ربك يحب الحمد. الحمد لله. انت عفوا؟ على ان ربك يحب المدح. ربك يحب المدح؟ ما احد احب اليه المدحة من الله؟ هذا الحديث السنة على الله، الثناء على الله، نثني على الله بما هو أهله سبحانه. أما أننا نشتغل المداحين لبعض، الرسول يقول احسوا في وجوه المداحين تراب. نعم، احسوا في وجوه المداحين التراب. وأثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالغ في الإطراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، قطعت عنق أخيك. قال: ثلاثا، إن كان أحدكم لا محالة فاعلها فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه. رب العزة يقول: فلا تزكوا أنفسكم. قل: ألم تر إلا الذين يزكون أنفسهم. فهذه التزكية للنفس تتضمن أمرين: ثناؤك المفرط على الآخرين وثناءك المفرط على الآخرين وثناءك على نفسك. بارك الله. إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كما قال لا. النبي عن أبي بكر الصديق، وقال: آمنتم بي إذ كذبتموني. قال عن عمر: إن الشيطان إذا رأك سلكت فجا سلك فجك غير فجك يا عمر. كما قال عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. كما قال عن علي: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.